استاذ مساعد مهندس الهندسه المدنيه جامعه الكوفه، حاصل على الدكتوراه في الهندسه الانشائيه في جامعه بغداد من سنه 2000، عضو اللجنه الوطنيه المكلفه باحداث ملف دواج مقبره دواج السلام على لائحه التراث العالمي، تدرب في منظمه اليونسكو على كيفيه تنفيذ اتفاقيه اليونسكو في عام 1972 لإدراج المواقع التراثية على لائحة التراث العالمي. تدرب في نفس المنظمة على التراث التقالي غير المادي وكيفية الحفاظ عليه ضمن اتفاقية اليونسكو لعام 2003. نشكر حضور الدكتور أستاذ مساعد الدكتور علي ناجي، دائما عودنا تجينا بيجي الندوات. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحاول أن أوجز لأن أعرف أن آخر المتحدثين وطالت الجلسة عليكم. الحقيقة من يعني دواعي سروري أن يتصادف هذا النشاط وهذا المؤتمر مع اليوم 18 نيسان، هو اليوم العالمي للتراث العالمي أو للمواقع الأثرية. اتخذت منظمة الإيكوموس International Council of Monuments and Sites اتخذت هذا اليوم للاحتفاء بالمواقع التراثية في العالم. فنحن الآن نقوم بهذا المؤتمر، وهناك في دول مختلفة في العالم هناك أنشطة متنوعة في مجال التراث العالمي، وللأسف لأنه ما عنده تواصل مع هذه المنظمة أنا كتبت رسالة لأنهم يطلبون من كل دول العالم أن يسمون فعاليات، بس يبدو يوم واحد كان قصير، وإلا كان اندرج اسم العراق وأن تقام هذه الفعالية في كلية التربية في جامعة الكوفة أيضا كجزء من الاحتفال بالتراث العالمي. أنا أرحب بكلامي عن النجف وكلام فيه كثير من الألم والشجون، أرحب بالحقيقة بهذا الحدث وهو اليوم أو يوم التراث العالمي. في مثل هذا الوقت الآن أو قد يكون قبل ساعات كان يتم في الهند إقامة معرض عن مدينة تاريخية اسمها أحمد آباد تقع في غرب الهند، ومثل ما تشوفون الآن في اللوحة هو هذا الإعلان لإقامة هذا المعرض والاحتفاء بهذا اليوم. لمنظمة الإيكوموس بالمناسبة اللي بيعرف هذه المنظمة مقرها باريس، هي المنظمة الاستشارية الرئيسية لإدراج المواقع على التراث العالمي، استشارية لليونسكو، يعني إذا هذه المنظمة ما تعطي توصية بإدراج أي موقع على لائحة التراث العالمي فالحقيقة يحدث إشكال. كما منظمة الـIUCN اللي هي مسؤولة عن التراث الطبيعي، وتتكون حضراتكم عندما الأخوار والمدن التاريخية الثلاث كان هناك تقرير قدم من قبل ممثل إيكوموس قبلنا، ثم الآن رافعين شعار لهذه السنة 2018 Heritage for Generations، التراث للأجيال وخصوصا الأجيال القادمة. لذلك مثل ما قلت يقام هذا اليوم معرض للصور عن مدينة تاريخية لأحمد آباد. ما هي هذه المدينة؟ هذه المدينة العام الماضي مدرجة على لائحة التراث العالمي على معيارين، الأول المعيار الثاني اللي هو يمثل التبادل بين القيم الثقافية الإنسانية، أحمد آباد في الهند ويتمثل تراث ثقافي إسلامي، عمارة إسلامية، وكذلك تمثل حقيقة حقبة من الحقب التاريخية المهمة من سلالة الأمير تيمور دخلت إلى الهند، وكذلك المعيار الخامس اللي هو يمثل تصميم المدينة بأزقتها، هذا يعتبر من المعايير الاستثنائية الفريدة. هذه مشاهد لهذه المدينة لأزقتها. الآن السؤال، هل هناك هوية معمارية لهذه المدينة؟ واضح من التفاصيل اللي شفناها والصور، لكن هذه المدينة تتطور، هناك مباني جديدة. جربت البارحة أن أدخل على موقع بلدية المدينة حتى أقارن أحمد آباد مع النجف، إنه أكو مدينة قديمة وأكو مدينة حديثة، أكو متطلبات وأكو مثل ما نقول احتياجات للناس اللي يعيشون في هذه المدينة سواء كانت القديمة أو الجديدة. شفت هذه الصورة اللي بناية حديثة مبنية في هذه المدينة، يمكن تلاحظون حتى لو نقول إحنا مو معماريين ممكن نباوع أن هناك تفاصيل وهناك ألوان وهناك عناصر كثيرة تمثل أن هذا المبنى الحديث ينتمي وله جذور من هذه المدينة القديمة التاريخية. إذن نبدأ بالتعريف، نريد أن نعرف الآن ما المقصود بالهوية المعمارية أو الهوية العمرانية، أكثر من مصطلح. دكتور سعد يعني زميلي
عفوا تكلم كلام مهم الحقيقه، وانا يعني كان يعجبني احاول وياه في الوقت الضيق، انه هذا التوصيف الوظيفي بين الهندسه المعماريه والعماره، ما الفرق؟ ليش يكون هذا الخلاف الان دائر؟ ليش الان خليني اتكلم بصراحه اكثر، ليش الان مثلا جامعه الكوفه تخوض هذا الخلاف بين كليه الاخت الحضري او الاخت العمراني اللي تفتح قسم وكليه الهندسه اللي تفتح قسم؟ وهذا صار يمكن اشهر في هذا الجدل، هو حل بسيط فقط وضع وصف مهني لمن سيمارس المهنه مستقبلا هو راح يفرق بين الاثنين. خليني ابدي بالتعريف، تعريف الثقافه. كيف تعرف يونسكو الثقافه؟ هي مجموعه ميزات تخص مجموعه من الناس، مجتمع من الناس. هذه الميزات قد تكون ماديه، غير ماديه، معتقدات، عادات، تقاليد، ومن ضمنها العماره. اذا ما المقصود بهويه عمرانيه او هويه معماريه؟ هوية معمارية حقيقة هي متعلقة بالمباني نفسها وتفاصيلها وتصاميمها. أما الهوية العمرانية إذا صحت هذه الترجمة وشفتها بالإنترنت موجودة، هي متعلقة بالمدينة وتخطيطها بأزقتها بنسيجها. هذه هوية وتلك هوية. خلينا نشوف الآن ماذا يحصل. يعني أنا صحيح نشعر بالبؤس لأن النجف الآن تدهور، وأنا أتمنى أن تكون هذه المحاضرة هي واحدة من الصرخات ضد هذا التدهور والاندثار، ولكن هي مشكلة عالمية. احنا قد يكون الإهمال هو السبب، لكنه في العالم هناك العولمة هي السبب. هذه الصورة تمثل هويات معمارية لمدن مختلفة في دول مختلفة. ألمانيا، الصين، سويسرا إلى آخره، المملكة العربية السعودية، اليابان. هاي سنة 1914 هذه المباني. شوف الآن بعد مرور 100 سنة كيف أصبحت المباني في هذه البلدان نفسها. هناك ما يسمى الانترناشونال ستايل، يعني علم، ماكو هويه بعد، ماكو خصوصيه لهذه التفاصيل، تتشابه المباني. لهذا الحقيقه فقدان الهويه المحليه المعماريه، هذه مشكله عالميه موجوده. وهذه المشكله هي اللي افرزت مدرستين الان، مدرسه الحداثه وما بعد الحداثه. الحداثه اللي بدات بالقرن العشرين وكان يقودها مجموعه من المعماريين الرموز بالعماره، مثل ديرور، دي كوربوزيه، واللي رفعوا هذا الشعار ليس از مور، كانوا يصممون بيت. هذا هو البيت، هذا البيت يرحم يتنفذ في اي مكان، لان عباره عن خطوط مستقيمه، بساطه، ماكو تفاصيل. لكنه ادرك الانسان انه عندما يتحول الى نسخه في كل مكان، في كل شيء، في ملبسه، في اكله، في حتى البنايه اللي يسكن بيها، والبنايه اللي يروح لها حتى يقضي مثلا دوامه او عمله او كذا، هذا راح يقضي على التنوع، والقضاء على التنوع الثقافي هو مهدد للبشريه مثل القضاء على التنوع البيئي. لهذا هناك مدرسه اخرى، مدرسه ما بعد الحداثه. روبرت فنجوري واحد من قاده المعماريين لهذه المدرسه، شوفوا مصمم البيت الان، هذا البيت لوالدته صممه. شوف الان استخدم الشكل القديم، صح استخدم اشياء حديثه لكن الشكل القديم. ما نخوض في هذه المدارس المعماريه، خلينا نروح على الحاله الدراسيه وهي النجف. ساسون طيار بريطاني كانت هوايته التقاط الصور. بالعشرينيات كان يعني مولع، الحمد لله جزاه الله خير. لك صور مرة النجف كثير بغداد كاظمية، نعم وثق بالضبط. هذه صورة النجف، يعني هسه لو نقول كهوية عمرانية كنسيج كذا، واضح أن الهوية لها شيء مميز، أنه قبة الإمام علي عليه السلام، قبة المرقد هو المبنى الرئيسي أو المهيمن على كل ما حوله. كل من زار المدينة كتب عن هذا ورسم ووصف وأشكال حقيقة مختلفة للتعبير. لكن ماذا حصل للهوية العمرانية؟ هذه الصورة مو قديمة، هذه كم سنة بعد 2003، لكن بعدها بكم سنة تحول المشهد إلى هذا. هذه صورة أخرى أيضا مأخوذة من سقف حرم أمير المؤمنين عليه السلام، السوق الكبير. أيضا هذه بجزء 2005 أو 2006، لكن قبل 5 سنوات. قد يكون الآن لو واحد أنا أخذت الصورة يجد أكثر بعد مباني غطت منظر القبة أو المنظور أو المحور البصري للقبة الممتد في جميع الاتجاهات. حتى المباني نفسها، مدرسة اليزدي تعتبر واحدة من يعني علامات الفارقة في عمارة المدارس الدينية. كان سابقا في مدرسة اليزدي الطالب يعيش هذه الأجواء،
الآن يعيش هذه الأجواء. حتى الخصوصية، حتى الشعور بالخصوصية تغير من المباني ترتفع حول المدرسة. زين، هذه الحقيقة خلاصة للنجف اليوم. هذه الهوية العمرانية للنجف فهي مهددة بالخطر بسبب هذه المباني. أنا أشكر السيد المحافظ من يعني فهمنا يعني قاعد حتى أشكره وجها لوجه، لأنه على الأقل اعترف وقال كلمة تجاوز، وأنا أتمنى أن هذه الكلمة ما تندثر. إذا ما يقدر الآن نهدم هذه المباني لازم نبقى أن نعتبر هذه المباني هي متجاوزة. عسى أن يأتي يوم من الأيام جيل أقوى من عندنا، حتى سلطة أكثر من عندنا، ويزيل هذه التجاوز والارتفاعات وترجع نجف الهوية العمرانية. ماذا عن الهوية المعمارية؟ هذه الصور مو من فن مدينة بعيدة عنكم، هذه بعض البيوت يمكن بعض الأشخاص المهتمين بالآثار والتراث وكذا، دكتور حمزة للأسف طلعوا وموثق كثير من هذه موجودة، لكن هذا حالها اليوم. لهذا المهندس المعماري من يريد الآن يبني يشوف الآن شلون يبني بالقرب من مبنى مهم مثلا قبر لمرجع كذا، شوفوا بايش يغلف البناية مالها. هذا يعني مو خيال، الكربون وكذا، أو هذه كل شايفين هذه البناية خايفين وقاعدين مش خايفين من عنده. هذا منظر آخر الحقيقة، يعني يذبي القلب. هذه الواجهات، مواد المستعملة، التفاصيل. زين، هذا الغنى اللي عندنا بالتفاصيل، يا مهندسين يا معماريين يا مصممين يا بلدية يا سلطات يا كذا يا مهتمين، ما أعرف هذه أين هوية المدينة. هسه أنا جبت هذه الشريحة، واحد قد يكون سيسألني بعد المحاضرة أنت ضد التطوير، لماذا؟ خلي أقول الآن، خلي نشوف مبنى بتروناس في ماليزيا في كوالا لامبور، ناطح السحاب، خلطح السحاب، فشي نقيض بالتراث والهوية والكذا. لكن شوف الماليزيين المعتزين بهويتهم الإسلامية المعمارية، شوف المبنى قد احنا ما ملتفتين بالضبط. لا عفوا، هذا هو الشكل، هذه زخرفة هندسية، كنا شايفين هذه الزخارف موجودة، شوفوا الزخرفة كيف طوروها. الآن هذا طابق من طوابق المبنى المتكرر، عبارة عن نجمة ثمانية وياها بعض الدوائر كذا، طوروها حتى بين اللمسة المعاصرة. الآن حافظ على هويتهم، الآن ببناية حديثة، وظيفة حديثة، تأدي الغرض للإنسان، وفي نفس الوقت إنها هوية، إنها جذور. زين، الآن حتى نخدم حتى الكلام، كيف نعالج الموضوع؟ أنا ما أحب أتكلم بإثارة مشكلة بدون ما أطرح علاج، وهذه أطروحة يعني صار فترة أطرحها في مؤتمرات عدة، كان آخرها في مؤتمر في إيران في مدينة اسمها تربتجان، وهي مدينة عريقة في التاريخ. الحل هو أن لا نفكر بالحجر، نفكر بالإنسان قبل الحجر. زين شلون وأنا قاعد أقول لازم نحافظ على الحجر، ما يجي في مطلع كلامي. لكن إحنا لو فهمنا التراث بفهم آخر بنظرة أشمل من كونه مباني وتفاصيل معمارية، بكونه هو تراث ثقافي غير مادي يمثل أصل المجتمعات، راح تتغير، راح تتغير النظرة، راح يصير كل واحد، حتى كل إنسان متعلق ومرتبط بالنجف راح يكون هو أول مدافع عن التراث العمراني والمعماري قبل المختص، قبل المؤتمرات. كيف يصير هذا؟ خليني أرى لكم هذا المثال. هذا مسجد القديم في مراكش، مدرج على لائحة اليونسكو وكذا. لكن تشوفون المآذن مالته من بعيد، وتشوفون هذه التجمع البشري الكبير بقربه. طبعاً أول ما تفكر الدولة أنه هذا التراث العالمي، سنة 85 شافوا أنه يروح للتراث العالمي. لكنه بعد سنوات من طور المفهوم التراث الثقافي غير المادي، وكيف أن المواقع التراثية يجب أن تكون هي لكل إنسان مصلحة في بقائها، أولاً لبقاء هويته الثقافية، ثانياً لبقاء حياته واستدامتها لأن بيها موارد معيشة وغيرها. شوفوا المغرب كيف أدرج فعاليات مختلفة من تراث ثقافي غير مادي مثل بيع هذه المقبرات الشعبية وغيرها. نقدر نسوي هيك النجف؟ نعم نقدر. كيف راح نسوي؟ بس نرفع شعار نقول النجف هي مدينة التراث الحي، هي مو مدينة نحولها إلى تراث محنط، كل المباني نبقيها كما هي والارتفاعات كما هي. كيف نحول هذا؟ راح أقول باختصار لأنه حتى الوقت ما يتجاوز. خلينا نفكر من الذي يرتبط بالنجف؟
يعني كنا رح نتصور النجفيين، بعدين نتصور ان العوائل اللي ساكنين بالمدينه القديمه. هذا هو خطأ الفكر، هذا الخطأ الاول للفكره. اللي يرتبط بالنجف هي مجتمعات موجوده في كل الكره الارضيه، اربع مجتمعات رح اعرفها كما يلي. اولا مجتمع الزوار الزائرين، الزائر عنده طقوس بالزياره، عنده اداب بالزياره. هذه الاداب تحتاج من عنده ان يحافظ على المدينه القديمه بازقتها بمرقدها حتى يبقى يمارس الزياره. المجتمع الثاني هو مجتمع طلبه الحوزه العلميه. هذول الطلبه احنا سمعنا مرارا وتكرارا انه هذه الازقه، هذه المدارس، هذه العماره الحميميه اللي بها فضاءات قريبه، السقوف واضحه، هذه هي تخلق او تربي طلبه العلم، فيتربون على التواضع ويتربون على القيم الانسانيه النبيله. هذا المجتمع الثاني. المجتمع الثالث هم الكسبه، النجف مدينه للتجاره، هذا مو احنا قلنا هذا مضبوطه وقبل مضبوطه كله، يعني بهذا احنا بحق يجب ان نقف ضد الذي يقول انه خلص لازم الزوار هم رقم واحد واحنا نهدم السوق الكبير ونهدم الاسواق. لا، التجاره مدينه تجاريه. تعلمون كم من الصناعات الشعبيه والصناعات التراثيه موجوده، وهذه المدينه هي لها خطوه متقدمه. اخيرا مجتمع الساكنين في المدينه القديمه بكل تعب، يعني عاداتهم وتقاليدهم. شو المطلوب نسوي؟ هذه اربع مجتمعات يجب ان نربطها بالمكان، يجب ان نحيي روح المكان بالنسبه لها حتى تكون هي اول المدافعين. لاحظتوا السهم هذه المجتمعات؟ يعني شو يكونوا المدافعين؟ يعني مثلا خلينا ناخذ طلبة العلم مثلا، الآن طلبة العلم لو صار ربط بين حركتهم اليومية في الدروس الحوزوية ونسيج المدينة ومدارسها والحرم وقربهم من عنده، أنا متأكد لو أدركوا هذا الاستبيان في مسألة دراسة راح يكونوا هم أول مدافعين عن المدينة. عادة تختم المحاضرات بتلقي الأسئلة، أنا أطرح سؤال وأنهي كلامي. أقول إذا أردنا نخلق مواطنين صالحين في العراق هل علينا أن نعتني بالهوية الثقافية؟ وما جاوبوا. شكرا جزيلا. حقيقة المحاضرة في البحث اللي قدم الدكتور الفاضل غني جدا وفيه أسى وألم كبير جدا، وكثير من مدننا للأسف الشديد تشوه أو بعد كثير من الشوارع في بغداد وفي النجف وفي كربلاء وفي كل المناطق المهمة في العراق، منشآت دمرت أو صيرت إلى موضوع آخر. الحلول أتصور يعني في هذه المشكلة ليس لها علاقة بجهة واحدة، لها علاقة في جهات متعددة ومختلفة وربما أيضا مختلفة، وبالتالي الوصول إلى الحلول أشبه بخرط من الخيال أو الإعجاز، وهذا ربما نظرة تشاؤمية للموقف لكن هو واقعا هو بهذا الشكل. ما أعرف إذا هناك أسئلة ممكن السادة الأفاضل. أنا أعلق تعليق على كلامك. احنا مو اسمح على الوركشوب، هتلر حلف يمين خلينا نقول بعبارتنا اللي يسوي وركشوب ويلقاه ومسحه ويلقاه وما مسحه وراه رجع الوركشوب ولا ما رجع. ولحد الان هناك شوارع موجوده في وركشوب للخراب القديم للحفاظ على فتره زمنيه معينه دمرت فيها الابيض، لكن احنا انا ذكرت من خلال المداخله البسيطه هناك اختلاف النظر. والاختلاف لا يؤدي الى نتيجه بل يؤدي الى خراب اكبر. شكرا جزيلا. اسف للاطاله وربما اثقل عليكم كثيرا، لكن الموضوع شائك وجميل وفيه مداخلات كثيره. شكرا لكم الحضور وشكرا للساده الباحثين على ما قدموه من سياحة معرفية. العفو دكتور علي، لا عندك سؤال؟ شكرا.
جزيلا وأشكر جامعة الكوفة وكلية التربية المختلطة على ما بادرت به من هذا المؤتمر، وأتمنى أن يكون متجدد سنويا. شكرا جزيلا.